بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. ولفرهامبتون بيقدر ان هو يكسب مانشستر يونايتد 1-0. ولفرهامبتون بيعطل مانشستر يونايتد عن رحله الصعود للمربع الذهبي ورحله الصعود للاربعه اللي فوق، سواء مانشستر سيتي او ليفربول او تشيلسي او حتى ارسنال اللي موجود في المركز الرابع. مانشستر يونايتد النهارده بيخسر 1-0 قدام ولفرهامبتون وندرز، نفس الاداء السيء هو نفس اللعيبه اللي كان بيعتمد عليهم السيد اولي جونر سولشير. بدانا ان احنا نشوف ان هم بيرجعوا تاني جوه الملعب، بدانا نشوف لوك شو وان بيساكا بيرجعوا ياخدوا مكانهم من دالوت ومن لعيب زي اليكس تريس، بدانا نشوف فكره الاعتماد على نمانيا ماتيتش وسكوت ماكدوماناي في الاربعه ثلاثه اتنينات ويلعبوا ماتش 90 دقيقه. نمانيا ماتيتش بيلعب 90 دقيقه، تخيل الموضوع وصل معانا لحد مرحله ايه؟ مرحله ان احنا نلعب بسانشو ونلعب بجرين وود ونلعب قدام بكافاني ونلعب جنبهم بكريستيانو رونالدو. طب فين برونو؟ والله برونو كان موقف الماتش اللي فات وقدرنا احنا نكسب 3-1 وقدمنا اداء كويس. طب بيرنلي غير ولفرهامبتون، ولفرهامبتون فرقه بتحب تلعب بثلاثه في نص الملعب، فالثلاثه في نص الملعب دول هل انت قادر ان انت تعمل استحواذ عليهم وسانشو وجرين وود هيقدروا ان هم يلاقوا مساحات؟ الموضوع هيكون صعب، لانك لو اتفرجت على ماتش تشيلسي وولفرهامبتون، وولفرهامبتون فرقه رخمه، وولفرهامبتون عندها حارس مميز زي خوسيه سيا، واحد من افضل حراس اللي جم الدوري الانجليزي السنين الاخيره. خوسيه سيا حارس بيعرف يغطي المناطق اللي بتلعب فيها العرضيات كويس، ومعنى كده ان كريستيانو رونالدو الكرات العرضيه هيكون اقرب خوسيه سيا هو رومان سايس وخط الدفاع بتاع وولفرهامبتون عن كريستيانو رونالدو ما يقدر ان هو يحط. يعني مثلا كونر كودي و كيلمان ورومان سايس طالعين النهارده من نجوم مباراه، 7.3 7.2 7.2، ده خط الدفاع بتاع ولفرهامبتون. ده معناه ان هم كانوا عارفين كويس جدا ان مانشستر يونايتد هيلعب كره عرضيه بس، وانت الكره عرضيه بس دي احنا بنعتمد على كريستيانو وكافاني. طب تمام، ما متفق معاك، نص ملعبك بقى هيقدر ان هو يرجع لك الكره بسرعه؟ مش هيقدر ان هو يرجع لك الكره بسرعه. كان عليك هجمات كتيره الشوط الاول، بس كالعاده انت بتعتمد على ان دافيد دخيا مفوق، وان دافيد دخيا مستواه عالي، ودافيد دخيا فعلا عمل شوط اول جميل. وولفرهامبتون ما كانوش عارفين يسجلوا الهدف الاول اللي مفترض ان هما كانوا يسجلوه الشوط الاول، بس وولفرهامبتون للامانه عندهم معاناه هجوميه من اول الموسم، حتى لما رجع لهم راول خيمينيز، وحتى لو موجود معاهم دانيال بودونسي وترينكاو، وكمان موجود على الدكه اداما زيت تراوري، فصعب جدا ان انت تقول ان ده خط هجوم قوي يقدر ان هو يخلص في هجمه واحده بس. فلما تقعد تبص على مانشستر يونايتد المحصله النهائيه، ايه اللي ضافه رالف رانجينيك غير الاربعه ثلاث اتنينات ولا اي حاجه؟ شخصيه الفريق كان فيها كوارث مع السيد اولي جونر سولشاير، لسه الفريق ما عندوش شخصيه، لسه الفريق بيعتمد على اللمحات الفرديه. وتخيل لما تشيل برونو فرنانديز تحطه على الدكه، انت مشيت ماتش بيرنلي غير ماتش النهارده. برونو كان لازم يكون موجود اساسي، برونو وجوده احتياطي علامه استفهام غريبه. يعني انت عندك باكات يقدروا ان هم يشيلوك مثلا، ويقدروا ان هم يخشوا ويعملوا تغطيه مع خط النص، انت عندك خط دفاع قوي يا راجل. ناس كتير جدا اتفاجئت ان فيل جونز لسه موجود في النادي. والله بجد فيل جونز موجود جنب رافائيل فاران، وفيل جونز كمان عمل شوط اول اجمل من رافائيل فاران بكتير. تخيل فيل جونز اللي لسه راجع من دكه بقاله فتره طويله جدا، عمل شوط اول عظيم جدا. تخيل انت كنت بتعاني من مشاكل عامله زي الشوط الاول، تبدا الشوط الثاني مفترض انك تفكر تغير الاربعه ثلاث نقاط دي، لا مكمل زي ما انت، مكمل زي ما انت، وشايف ان المشكله في اللعيبه، وشايف ان الازمه في العناصر اللي معاك، مش شايف ان المشكله في التكتيك بتاعك خالص. وللامانه والشهاده لله انا قلتها من زمان، الازمه في التكتيك والازمه في العناصر اللي موجوده، لان الاربع باكات بتوع مانشستر يونايتد اربع باكات سيئين. مانشستر يونايتد محتاج ديفندر اسمه تقيل، مع احترام لسكوت ماكدوماناي والفريد والماتش، مانشستر يونايتد محتاج ديفندر تقيل. لو اتفرجت على الجون بتاع جو موتينيو، فين ماتش؟ فين ماتش بجد؟ طب فين سكوت ماكدوماناي؟ ماتش راجل كبير صعب ان هو يكمل معاك لحد 82 ويجي لك هنا في المساحه دي. مفترض ان انت تكون غيرت ماتش ونزلت فريد. لا انت سايب دول ليه؟ لان انت مركز على ان انا عايز اجيب جول. طب ما انت ممكن تلبس جول عشان خط النص بتاعك ضعيف. لا عايزين نجيب جول بقى. عندنا كريستيانو رونالدو جاب جول بس للاسف اوف سايد. ورجعنا تاني اكتشفنا ان هي اوف سايد، وخوسيه سيا زي ما احنا بنقول مغطي المناطق اللي بتلعب فيها العرضيات كويس، فانت عندك مشكله انك مش عارف تسجل. فنعمل ايه بقى؟ نلعب عرضيه ارضيه، شغل بقى بتاع ماتش ارسنال. عملنا عرضيه ارضيه، برونو فرنانديز قدر ان هو يجي من تحت ويحط، جت في العارضه للاسف الشديد. ما برونو كان اول تغيير، نزل مكان ماسون جرين وود، وبعدها نزل راشفورد مكان سانشو، وجرين وود وسانشو النهارده كانوا اسوأ من بعض حرفيا جوه الملعب. والتغيير الثالث راح منزل انتوني إلينجا مكان ارون بيساكا، وإلينجا ده مفترض ان هو بيلعب هاف، يعني مفترض ان مانشستر يونايتد بعد التغييرات دي محدش بقى عارف هو بيلعب ايه، هل مكمل بال 4-2-2، هل بيلعب بثلاث مهاجمين، هل بيلعب باربعه تحت، هل بيلعب ايه بالظبط، محدش فاهم اي حاجه. بس هل المحصله بتاعتك بعد التغييرات دي انك كنت قادر تسجل؟ انت مش عارف تروح،
والله ما كنتش عارف تروح بجد، انت كنت مستني اي كره ثابته كريستيانو يقدر ان هو يسجلها. ايه اللي اتغير في مانشستر يونايتد غير وقفه رالف رانجنيك على الخط والقعده اللي كان بيقعدها لجون سولتشاير ما بقتش موجوده؟ ايه اللي اتغير؟ نفسي افهم بصراحه. ممكن تقول لي الماركاتو، تمام، معنى ان انت تقول لي الماركاتو انك هتكون بايع الموسم وبايع بايع مما تبقى من الموسم. هل الراجل عنده بصمات؟ انا من الناس المقتنعه ان الراجل ده صعب ان هو يجي الفرقه تكون مايله وهو يجي يعدلها. انا مقتنع بكده. لو انت مقتنع بحاجه تانية فاتفضل قول لي واشرح لي وقول لي ان الراجل ده انت ظالمه علشان خاطر الفرقه من ساعه ما جه هو هي 1 2 3 وفي زيادات. انا اتمنى انك تغلطني وتقول ان انت عندك مشكله مع رالف رانجنيك وان انت حكمت عليه بدري، واتمنى بصراحه ان انا هكون حكمت عليه بدري، واتمنى ان هو في الماركات يدور على ديفندر محترم، اتمنى يعني. واتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك او سبسكرايب، واتمنى لو انت من الناس اللي فرحانه ان كريستيانو رونالدو هو الكابتن فنستحي شويه علشان خاطر مانشستر طلع خسران في الماتش اللي كريستيانو كان كابتن فيه، فنهدى شويه عزيز. الموضوع مش مستاهل كل الافاره دي على ان كريستيانو رجع كابتن بعد 14 سنه، مش مستاهل. الفرقه خسرت، امال لو كسبت كنت عملته ايه؟